وتعالى من 31 جنيه ومعايا اسره 7 انفار 30 جنيه اعملوا لي ايه؟ ارحمونا شويه. طول النهار شغالين من الساعه 6 الصبح للساعه 5 اخر النهار بنروح ب 30 جنيه. شوفوا الفلانين العمال بتاعت المخابز تعبانه، يا جدعان عمال، العمال بتاعت المخابز تعبان، احنا مظلومين احنا في الميدان. انتبهولنا شويه. كنت صباح ربنا وصلنا للتامينات بتاعتنا، وصلنا للزيادات اللي احنا واقفين ساعتين شغل زياده ناخده عملنا منين؟ ولا اصحاب فرن هيسالوا فينا، ولا وزاره التامين سالت فينا، ولا حتى بتوع مكتب العمل سالين فينا. فين احنا حقنا بقى في الدنيا دي؟ فين بقى؟ نزلنا وفوضناه ونزلنا عملنا له كل حاجه، يدينا بقى حتى للجمهور يدي حقنا بقى للعامل. حرام كده الواحد بيموت قدام النار 4 ساعات، كان مشتغل 5 ساعات دلوقتي بقى 8 ساعات 12 ساعة. فين الزيادة دي؟ فين؟ شايف المياه بتاعتنا تعبانة والتعبانين ميتين على طول. احنا سلوكنا تعبانة معانا عيال تعبانة وزوج. المصاريف بتاعتنا مش مرضية. ما كانش شايفين حالتنا.